ثاني عندي هاي السفينة الخرافية الأسطورية اللي ما في أحسن من عدها. طبعا هاي أسرع وأفضل سفينة بالعالم كلها. شوفوا شوفوا شوفوا، طبعا هاي اسمها بالإنجليزي جيتسكي. إي اسمها جيتسكي مثل ما سمعتوا يا شباب وبنات. شوفوا يعني أقدر أعبر كل المحيط وأقدر أروح لأي مكان أريده. فأنتم هسه هواي ناس تتساءل أو هواي ناس تقول لي إذا خلص البنزين عندك أو إذا صار أي شيء شلون راح تعبئ لها بنزين. هسه أعلمكم شلون راح نعبئ لها بنزين. أول شيء عندنا هذا نقدر نعبئ لها بنزين كلش سهل، يعني نجي هنا ونعبئ لها بنزين من هذا الثقب مثل ما تشوفون يا شباب وبنات. يعني سالفة البنزين ما راح تخلص عندنا. أوكي مو مشكلة. أوكي بس نحن هسه عندنا مشكلة كلش كبيرة شباب بنات. يعني تعرفوا هاي المشكلة، أني المشكلة ما عندي بيت وأنا أنام، لأن الصراحة هسه كلكم تعرفون إنه راح يصير الدنيا ليل أو راح تصير الدنيا ليل وراح أتورط مرحلة كلي مكان أنام فيه. هوني الصراحة ما اعرف شنو راح اسوي يا شباب بنات. اوكي مو مشكلة خلي اسوي لي تفعيط. والله الصراحة هاي جيتسكي او هذا القارب او هذا ما اعرف شنو اسمه. اوه شباب بنات شوفوا شنو لقيت. اوه هذا معبد شباب بنات. اي والله معبد مثل ما تشوفون، والله فتشي خرافي. اوكي خلي نروح له ونكتشف شنو موجود هنا بالضبط. اوكي قربنا نوصل. شنو رايكم شباب بنات ننزل او لا؟ والله ما اعرف. لا 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 الصراحه انا كلش اخاف من هاي من هذا ما هاي الامكنه. اوكي مو مشكله راح اروح لليابسه. والله الصراحه هذا القارب كلش خرافي. شوفوا شنو اسمه. اسمه كراي اي ان دي. والله ما اعرف شنو اسمه هذا. المهم وصلنا لليابسه. والله فد شيء خرافي. هاي شنو صار؟ والله ما اعرف شنو صار. علق علق. هاي شنو شباب بنات شنو موجود هنا؟ أنا عجيب. اوه ماي جاد شباب بنات شنو هذا؟ والله الصراحة أنا كلش متحمس حتى أكتشف شنو جوا هنا. دقيقة خلي ندخل. اوه ماي جاد شباب اكو سفينة كلش عملاقة. شنو هذين الشغلات اللي موجودات هنا؟ اوه ماي جاد سفينة غرقانة وما أدري سفينة مهجورة هاي. اوه ماي جاد شباب والله تخبل السفينة الصراحة ليش تكذب عليكم؟ اسطورة بكل معنى الكلمة. اوكي اكو صندوق هنا شباب بنات جاهزين حتى نفتح هذا الصندوق ونكتشف شنو جواته. يلا 3 2 1. هاي شنو؟ مسدس مسدس شباب. اوه ماي جاد هذا مال نار. هذا شنو هذا المسدس؟ اوه ماي جاد شات جن همينة. اوك شباب شغلات رهيبة والله شغلات رهيبة. او ماي جاد اوكي خلينا نكتشف شنو موجود بعد. صندوق ثاني اسلحة اي كي. اوكي راح استغنى شوي على الديرت وراح اخذ ام 4. او شباب اكو ام 4 شوفوا هذا الام 4 والله ام 4. اوكي شكو هنا شنو هذا اللي شنو؟ والله ما اعرف. اوكي دقيقة خلينا نكتشف شنو موجود هنا. صندوق ثالث اوكي نفس الشغلات مال قبل شوية. اوكي دقيقة خلينا نشوف شكو موجود هنا. اوكي مكان سري. دقيقة شباب بنات هاي شنو هذا شنو؟ او ماي جاد سنايبر. او ماي جاد والله سنايبر شباب بنات والله شغلات رهيبة هاي. هاي شنو موجود هنا غريب؟ اوكي اكو طبق اللي فوق خلينا نصعد. صندوق بعد دايموند. ليتس جو شباب لقينا دايموند. او ماي جاد شباب لقينا دايموند والله فد شي خرافي. اوكي نفتح هذا. لا وقعنا شلون ورطها. اوكي خلينا نركب فوق هذا. اوكي خلينا نوخر شوي. هاي شنو هاي؟ ليش ما تتحرك هاي؟ شلون ورطها هاي؟ لازم اخذها. دقيقه خلي اخذها واحطها هنا كلش حلوه هسه اقدر اتنقل بيها. اوكي لقيت شي يعني غريب. هذا شنو؟ لا شي مو شي تافه ما نحتاج له. هسه شباب بنات ايش رايكم اذا لقينا اي شي يعني نقدر نقتله بهذا الاي كي مالتي او السلاح الاسطوري الخرافي مالتي؟ شوف السلاح مالتي. شوفوا يا شباب وبنات والله الصراحه عندي سلاح خرافي خب. والله عندي هذا شاتجن. شوف شاتجن موت. بس المشكله ماكو كل شي ماكو شباب. اوه يعني لا سمك اكو لا كل شي ماكو هنا. والله ما اعرف شنو السالفه. والله هذا المحيط الصراحة كلش مخيف. اوكي خلص هذا الشاتجن خلاص بعد ما نريده. اوكي الاي كي والله صار. هاي شنو؟ هاي شنو ليش صار ما يشتغل؟ اي 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 شاكو
شنو صار؟ هاي شنو وين راح؟ شباب بنات شلون ورطة هاي؟ ليش ما عاد يشتغل؟ اي اي طيب ليش ما عاد يشتغل؟ لا انكسر. لا شباب بنات شلون ورطها ينكسر عندي ها السفينة الأسطورية مالتي؟ شنو راح اسوي اني هسه؟ لا والله ما اعرف شنو راح اسوي شباب بنات شلون ورطها هاي؟ يعني لان اني ضربت على هذا الطلق مالتي هذا الطلق فانكسرت هاي. والله ما اعرف شنو راح اسوي. اوكي هذا خلص خليني نشمره بعد هذا خليني نخلصه. لا شباب بنات شلون ورطة هاي؟ اوكي مو مشكلة قربنا نوصل لهاي الجزيرة. شفتونا هاي الجزيرة قربنا نوصل لها. هاي الجزيرة اللي قدامنا قربنا نوصل لها. ومن راح نوصل لها خلاص راح نسوي لي راح اسوي لي فتشي خرافي راح يكون اشي مرة اسطوري. او راح اسوي لي برج مراقبة او اسوي لي قلعة او اسوي لي ناطحة صحاب او اي شيء مو مشكلة. هسي اول مره خلي اوصل هاي الجزيره احسن لي. اوكي هذا السلاح خلص وهذا السلاح خلص وبعد هذا الاي كي امن هذا الاي كي خلص ما باقي شيء. بعد عندنا اسلحه الحمد لله عندنا هذا اسمه ماك ماك والله ما اعرف شنو اسمه هذا بالضبط. اوكي مو مشكله قربنا نوصل ما باقي شيء. طبعا راح اسوي لي ناطحه سحاب حتى شنو حتى بلكت الاقي لي بلكت يجوز اكو سفينه اجت لي من هنا لين. الصراحه انا خلاص تهت صرت ما اقدر ارجع للبيت. والله ما اعرف شنو راح اسوي لي يعني. راح اسوي لي شلون البرج المراقبه او ناطحه سحاب من تجي اي سفينه من هنا من البحر اقدر اشوفها كلش زين. انا الصراحه هسه مو وضعيه. اوكي وصلنا لليابسه. اوكي ماكو حيوانات عجيب بهاي المنطقه. اي لقيت بقره على الاقل اقدر اتعشى اليوم. شلون ورطه هاي؟ ما مستحيل ابقى بلا عشاء. اوكي الحمد لله عندي ام 4 هذا الام 4 راح يساعدني بشكل مو طبيعي. اوكي اكو دب قطبي خلينا نقتله خلينا نقتله دب قطبي. اوكي موت 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 هاي شنو فار؟ فار زعت موت 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 فار موت 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 اليوم قلت لك تعال فار ثاني والله اليوم تموتون يا فيران. اوكي اكو دب خلينا نقتله شباب. اوكي نتعشى الليله نتعشى لنا اكل مال دب. والله الصراحه هذا والله لحمه خرافيه. موت 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 جيب جيب اللحم مالتك جيب نم 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 جيب اللحم جيب جيب. اوكي هذا بعد ما نحتاجه جيب. موت 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 وين رايح ما تقول لي ابلع اليوم احرقك والله اليوم احرقك ما تروح ما تقول لي. اوكي مو مشكله يا شباب وبنات هسه بما ان حصلنا العشاء هسه شنو راح نسوي؟ راح نسوي لنا البرج المراقبه اللي قلت لكم عليه. يعني شنو؟ شغلات رهيبه يا شباب وبنات. راح نسوي لنا برج مراقبه راح يكون كلش كلش صغيروني بس كلش كلش طويل. يعني راح يكون طويل بشكل مو طبيعي يا شباب وبنات. هسه اقول لكم ليش راح يكون البرج مال المراقبه مره مره طويل او كلش كلش طويل. فمو مشكله خلي هسه نكمل نبني بهذا الشكل. طبعا ما بقينا شيء ونخلص يعني صحيح يعني هو راح يطول عندنا شوي بس ماكو مشكله. اوكي من هسه لازم نشتغل عليه ولازم نسوي نبيه تصاميم حتى يكون التصميم خرافي. يعني كل بلوكتين لازم نسوي بهذا الشكل يا شباب وبنات حتى شنو حتى الشكل يطلع عندنا فتشي رهيب فتشي اسطوري فتشي خنفوشاري. هذني خلينا نشيله. اوكي سوينا بهذا الشكل هسه كلش كلش حلو. نصعد لنا بلوك اثنين. اوكي خلينا نسوي بهذا الشكل. اوكي قربنا خلاص ما باقي شيء. راح تصير عندي شو اسمه برج مراقبه اسطوري خرافي ما في احسن من عنده. بس انا يا ريت يكون عندي برج مراقبه مال الدايموند. يعني تخيلوا شباب اذا يكون عندي برج مراقبه مال الدايموند يعني شكو واحد يشوف الدايموند يصير يجي عندي وش اسمه ويجي يساعدني حتى اطلع من هاي الجزيره. لان كلكم تعرفون انه هاي الجزيره شو اسمه خلاص يعني انا تهت صرت ما اقدر ارجع للبيت. نسيت حتى مكان الرجعه لان القارب مالتي ما اعرف شنو صار له واخترب وصار ما يشتغل. ليك اني ما اقدر ارجع لبيتي نهائيا وللابد. والله ما اعرف شنو راح اسوي شباب بنات. اللي عنده حل او اللي عنده فكره نسويها خليه يكتب لنا بالتعليقات او خليه يساعدنا. اوكي لان الصراحه انا هسه كل شيء ما اعرف شنو راح اسوي بالضبط فمو مشكله. هسه خليه نكمل نصعد لفوق راح اسويها اعلى وافضل ناطحه سحاب بالعالم كله وان شاء الله بعدين راح تكون عندنا نتيجه نهائيه اسطوريه خرافيه ما في احسن من عندها. اوكي مشكله خليه بعد نصعد فوق لازم البرج مال المراقبه يكون كلش كلش طويل وما في احسن من عندها. وبعدين ان شاء الله راح نسوي لنا فت فيكه راح تعجبكم بشكل مو طبيعي يا شباب بنات. بعدين اعلمكم شنو ذيك الفيكه اللي راح اقول لكم عليها بعدين ان شاء الله. بس هسه خلينا نصعد بلوكتين بلوكتين هسه دقيقه نجي من هنا نصعد بلوكتين بهذا الشكل بلوكتين من هنا. يعني نبقى نصعد لين ما نوصل للقمه كلش عاليه يعني لين ما يصير عندنا برج او شو اسمه شلون اقول لكم يعني ناطحه سحاب كلش كلش طويله وما في احسن من عندها.
اوكي تقريبا قربنا خلاص، ما باقي شيء. اوكي خلينا نكمل نصعد بهذا الشكل. والله الصراحه انا كلش تعبت، يبي لي انام، لان الصراحه من الصبح واني دا اشتغل، من الصبح واني كنت بالبحر وهسه قضيتها بنا. يعني تخيلوا شباب، والله الشغل مالتي متعب. طبعا انا اشتغل صياد سمك، والصراحه الصناره مالتي اختربت، ما اعرف شنو صار لها بالضبط الصناره مالتي، فهيك ما صرت اقدر اشتغل. يعني كلكم تعرفون، يعني تخيلوا شباب، يعني انا صياد يعني اصطاد في البحر وما اعرف شنو، ويعني والله الصراحه وهوايتي المفضله او شغلي المفضل اني ابقى بالبحر، وابقى يعني اخذ لي سفينه وابقى جول في البحر واشوف واصطاد السمك. والله ما اعرف شنو صار، اعتقد السمك، والله ما اعرف، اختفى السمك بعد ماكو اي سمكايه. والله همزين ما وقعنا شباب، والله كنا راح نروح فيها شباب، بس همزين ما وقعنا الحمد لله والشكر على كل حال. اوكي مو مشكله، هسه اعتقد هذني اخر بلوكتين راح نصعدهن وخلاص، اعتقد هسه كلش كافي. وزي ما قلت لكم راح نسوي لنا فتيكه راح تعجبكم بشكل مو طبيعي. اوكي اعتقد كذا خلصنا تمام، نسدها بهذا الشكل. الصراحه تصير الدنيا ليل فمو مشكله يا شباب بنات، اصلا عادي حتى اذا صارت الدنيا ليل ماكو مشكله. فا اوكي شوفوا شنو راح اسوي، فد شغلات هيجي راح تكون عشوائيه، ليش؟ حتى الشكل يطلع عندنا على بالكم هيجي يعني شيء حاد بشغلات رهيبه وما اعرف شنو، يا تعرفون هاي الشغله كلش زين. او ماي جاد شباب كنا راح نروح فيها همزين، ما متني. اوكي مو مشكله، خلي نسوي بهذا الشكل. اوكي اعتقد ما راح تضبط عندنا، بس مو مشكله راح نحاول، اصلا عادي حتى اذا يكون الشكل مالتها عشوائي، اهم شيء لازم يكون الشكل تمام التمام. اعتقد هسه صارت الدنيا ليل، فاني شنو راح اسوي؟ راح اروح انام وان شاء الله غدا الصبح اقعد وابقى اسوي لي شغله راح تعجبكم بشكل مو طبيعي. هاي الشغله راح اسويها باكر، بس مو مشكله. او ماي جاد همزين ما متت. اوكي مو مشكله، انا هسه شنو راح اسوي؟ راح ادخل جوا هذا المكان، اسد على روحي الباب، خلينا نسد علينا هذا كله واروح انام احسن لي، لان الصراحه انا كلش تعبان واريد انام. يلا هسه راح اقول لكم تصبحون على مليون ترليون خير. طقه اثنين، يلا تصبحون على خير. صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. طبعا هسه اجى الصبح، طبعا اني البارحه بالليل حلمت انه اكو سحر، اي حلمت بسحر. وشنو هذا السحر بالضبط يا شباب وبنات؟ انه هذا السحر انه اي شخص هسه يضغط لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات راح اتحول الى كائن فضائي، يعني اصير اقدر اطير واصير عندي موارد لا نهائيه وشغلات رهيبه. فاني البارحه حلمت انه كل واحد هسه راح يضغط لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس التنبيهات وراح تشتغل عندي هاي التعويذه. يلا شباب بنات ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات. اوكي ليش ما اشتغلت التعويذه؟ ليش ما اشتغلت شباب بنات؟ والله ما اعرف ليش شباب بنات، ليش؟ الله عليكم، اللي ما ضغط لايك خليه يضغط لايك، واللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك بالقناه، واللي ما فعل جرس التنبيهات خليه يفعل جرس التنبيهات حتى تشتغل هاي التعويذه. الله عليكم شباب بنات. اوكي هسه خلينا نشوف اشتغلت هاي التعويذه او لا. اوكي نسوي نفس الحركه مال قبل شويه. اوكي وننتظر من واحد لثلاثه، نحسب من واحد لثلاثه. يمك واي واي باي ديزا، يمك واي واي باي ديزا. هاي شنو؟ شباب بنات والله اشتغلت، والله اشتغلت، صار يمديني اقدر اجيب اي شيء اريده. اوه ماي جاد دايموند شباب بنات، اولي مالي شباب، شوفوا صار عندي دايموند، والله صار عندي دايموند. اوه ماي جاد، يعني شنو؟ يعني هسه شنو راح اسوي لي؟ راح اسوي لي برج مراقبه من الدايموند. او ماي جاد والله مو مصدقاني، والله كلش مو مصدق شباب بنات، شلون ورطه هاي؟ والله شكرا لك، شكرا لكم شباب بنات، والله هذا الشيء كله بفضلكم ولانكم انتم ضغطتوا لايك واشتركتوا بالقناه وفعلتوا جرس الاشعارات حتى يعني تعرفون كلش زين. اوكي مو مشكله الحمد لله وشكرا الحمد لله. اوكي مو مشكله، خلي نكمل نبني بهذا الشكل، 1 2 3. او ماي جاد شباب، او ماي جاد، يعني هسه انا صرت كرياتيف وصرت صار يمديني اسوي اي شيء اريده. والله شباب بنات يعني تخيلوا اذا انتم ما ضغطتوا لايك وما اشتركتوا بالقناه وما فعلتوا جرس الاشعارات ما كنت اتحول كذا الى كرياتيف، بس لانكم انتم ضغطتوا لايك واشتركتوا بالقناه فاني صرت كرياتيف وصرت اقدر اطير وصار يمديني اجيب دايموند لا نهائي. والحمد لله والشكر على كل حال، تحققت امنيتي وصار اقدر اسوي لي شنو؟ اقدر اسوي لي برج مراقبه او برج اسطوري خرافي ما في احسن من عده من الدايموند. اوكي مو مشكله، هسه خلي نكمل نشتغل كلش زين يا شباب وبنات. اوكي مو مشكله، خلينا نشتغل بهذا الشكل. والله الصراحه انا كلش متحمس ومتفائل حتى اشوف شلون راح تطلع النتيجه النهائيه مالتني.
اوكي تقريبا قربنا نوصل، قربنا نصعد، لانه صراحه كلكم بتعرفون هسه كل شيء زين انه الدايموند لا نهائي، الدايموند ما يخلص. اوكي مو مشكله، خلينا نكمل نبني بهذا الشكل، تقريبا راح نخلص ما باقي شيء شباب وبنات. اوكي ماكو مشكله، 1 2 3 اوكي دقيقه، تقريبا خلصنا، تقريبا ما باقي شيء. اوكي 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 خلصنا خلصنا. والله الصراحه هذا الكرياتيف يمدينا نسوي اي شيء نريده، اي شيء اي شيء شكو اي شيء تخطر على بالكم، اي شيء يعني شلون اقول لكم شباب بنات، يعني شاكو شيء يخطر على بالكم نقدر نسويه بالكرياتيف. اوكي ماكو مشكله، خلينا نكمل نصعد، اعتقد هسه كلش كافي. لا لا بعد نصعد، خلينا نصعد لفوق هذا المستوى، هذا المستوى كلش حلو. هسه خلينا نبني ثلاث بلوكات حتى شنو، حتى نقدر نخلص على السريع وبشكل اسرع، ويعني كلش على السريع، يعني بسريع على السريع نقدر نخلص كل شيء. اوكي تقريبا خلصنا، ما باقي شيء، ما باقي شيء، والله ما باقي شيء. 1 2 3 اوكي. او ماي جاد، والله الصراحه اني متحمس كلش هواي حتى اشوف النتيجه النهائيه شلون راح تكون او شلون راح تصير. طبعا راح اسوي لي طوابق، وراح اسوي طابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث وطابق رابع، حتى شنو راح يكون عندي ناطحه صحاب او برج كلش اسطوري، وما في احسن من عده. اوكي ماكو مشكله، هسه خلينا نكمل نبني بهذا الشكل. اوكي خلينا نصعد بعد بلوكتين، بعد بلوكه ثالثه. اوكي ماكو مشكله، خلينا نكمل نبني بهذا الشكل. تمام والله الصراحه فشي غرابي. او ماي جاد شباب خلصنا الدايموند لا نهائي، تخيلوا شباب والله دايموند ولي مولي. اوكي هسه نسوينا بهذا الشكل كلش تمام. هسه خلينا ننزل لجوا، هسه دقيقه وهسه اعلمكم شنو راح نسوي بالضبط. راح نسوينا اول مره باب، اوكي طقنا احسن وافضل باب اللي هو هذا، هذا الباب احسن وافضل باب. بس قبل كل شيء لازم نحط دايموند، لان الوضعيه هاي يكون موجود دايموند. اوكي كلش حلو، نطقنا اليفيتر. شنو هذا الاليفيتر؟ اللي هو المصعد الكهربائي او المصعد الالكتروني. ف دقيقه، اول شيء لازم نطقنا شمعايات. اوكي شمعايه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كلش حلو، طقينا شمعايات بهذا الشكل. هسه شنو راح نسوي لنا طوابق، هذا الطابق الاول، الطابق الثاني، الطابق الثالث، الطابق الرابع، الطابق الخامس، الطابق السادس، الطابق السابع، وهذا الطابق الاخير. كلش حلو، هسه شنو راح نسوي؟ راح نسوي لنا شلون راح يكون عندنا زي يعني زي المصعد بهذا الشكل. اوكي خلينا نكمل، يعني مصعد وشغلات رهيبه شباب بنات. شوفوا حتى هاي البلوكه صارت ما تبين عندنا، لان اني كرياتيف، بس الكرياتيف يقدرون يسوون هاي الشغله. يعني تخيلون شباب هاي البلوكه الدايموند صارت على بالكم مصعد، يعني فشي اسطوري وخرافي ما في احسن من عندي. شوفوا شباب، شوفوا الفن والله الصراحه فشي. اوكي هاي خلينا نجيبها هنا، حطينا دايموندات هنا بهذا الشكل، نقدر نصعد للسطح. او ماي جاد شباب ليتس جو، او ماي جاد. اوكي هسه خلينا نسوي لنا الحركات اللي قلت لكم عليها. طبعا هاي الحركات بهذا الشكل راح يكونن، طبعا الحركات هذني راح ينطون شكل اسطوري ورهيب وخرافي وما في احسن من عنده للبرج مالتنا او ناطحه الصحاب مالتنا. يعني شنو؟ يعني فتشي اسطوري، فتشي رهيب، فتشي ما في احسن من عنده. اوكي خلينا نكمل نبني بهذا الشكل، كلش حلو. او ماي جاد شباب، او ماي جاد. اوكي خلي هسه شنو نسوي لنا بلوكات في النص، يعني بهذا الشكل. اوكي بين وحده وحده نحط لنا بلوكه. اوكي ما باقي شيء، تقريبا راح نخلص بهذا الشكل. خلصنا، وهذا الاثنين، وحده 2 3 4 5 شنو 6 7 اوكي 7 8 9 10 11 12 13 14 هناني، 15 هناني، وهاي 16 17 18 19، وهاي رقم 20. كلش حلو، من هنا نفس الشيء نسوي لنا نفس الحركه او نفس الشغل. يعني شنو؟ يعني فتشي اسطوري، فتشي خرافي، فتشي رهيب، فتشي ما في احسن من عده. واو واو واو، والله برج صار عندنا يخبل يا شباب وبنات. اوكي هسه راح ناثثه، اوكي راح نطق لنا اثاث، مثلا هنا نقول نطق لنا سرير بهذا الشكل. شنو؟ شنو سويت انا؟ شنو صار؟ عجيب، شنو سويت انا شباب بنات؟ اي 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 ما اعرف شنو صار. دقيقة، هذا لازم يكون دايموند، اوكي ما يصير كذا. فنجي هنا ونحط لنا السرير، هذا السرير الاول، السرير الثاني، السرير الثالث، السرير الرابع، دقيقة، السرير الخامس، وهذا دقيقة سرير رقم 6. اي لا شباب والله جبنا العيد، كمان جبنا العيد شباب. اوكي مو مشكله، هسه اعتقد كلش تمام. هسه بين كل طابق اكو سرير. اوكي هسه شنو نسوي بعد؟ لازم بكل طابق نسوي لنا شباك. اوكي ونطق لنا جلاس، الجلاس اللي هو شنو؟ اللي هو القزاز. اوكي القزاز راح يكون بهذا الشكل. اوكي طابق هذا همينه قزاز، طابق اللي بعده همينه نفس الشيء قزاز، طابق اللي بعده قزاز، طابق اللي بعده قزاز، قزاز قزاز قزاز، كله قزاز، كله كل شيء قزاز، حتى هنا أنا قزاز. اوكي اوكي يا شباب اوكي مو مشكله، كلش حلو تمام. شنو نسوينا بعد؟ خلينا نشوف لنا نقلب لنا فتشي. والله الصراحه هنا عندنا ما شغلات شباب بنات. شوفوا عندنا كربون ريسيفر، ما اعرف شنو هذا، اكو انواع واشكال. شنو؟ هولي مولي، ليتس جو ليتس جو. اي هذا بعد ما نحتاجه،
ما نحتاجها. روح 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 روح. والله بعد ما نحتاجها. هذا اللي من الدير. شلنا في الدير. شلنا بالدير شباب. ما نحتاج الدير. شلنا بالدير. اوكي كل الدير تخليه نفلشها خلاص. بس هذا الدايم الدير لازم ندير بالنا عليه. وما لازم نسوي له اي غلط واي شيء. هاي شنو؟ بلازما. والله ما اعرف شباب. والله شكله اكو هنا هواي انواع واشكال. لا 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 لا. والله الحمد لله والشكر على كل حال. اوكي مو مشكله، هسه صارت الدنيا ليل او راح تصير الدنيا ليل، فاني شنو لازم اسوي؟ شوفوا شباب بنات، صار سبحان الله صارت الدنيا ليل، فشنو لازم اسوي يعني؟ لازم اروح انام لان هسه صارت الدنيا ليل. يلا تصبحون على مليون تليون خير، بس لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات. يلا السلام عليكم.